أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في العاصمة الرياض مع انتشال كمية من الغيوم العالية، طقس غائم جزئي 25 درجة مئوية، ملموس 24، رطوبة منخفضة، والرياح تكون شرقية لشمالية شرقية نشطة أسرع. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية. طقس مستقر لكن بارد نسبي، تبوك 18 إلى 4، سكاكا 18 إلى 6، وعرعر 17 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية أجواء غير مستقرة، في مدينة جدة زخات رعدين من الأمطار 30 إلى 22، مدينة منورة 25 إلى 16، مكة المكرمة 28 إلى 18 مع زخات من الأمطار، والطائف 22 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية طقس مستقر بشكل عام، الباحة 18 إلى 10، أبها 21 إلى 9، وجازان 28 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 26 إلى 12، حفر الباطن 22 إلى 7، الإحساء 26 إلى 13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس غائم جزئي 25 إلى 12، بريدة 20 إلى 9، وحائل 16 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.